من الذي برحمته غرس في قلبك محبة أن تأتي المسجد؟ والله لا أحد غير الله. من الذي رزقك العافية حتى تأتي المسجد؟ والله لا أحد غير الله. من الذي جعلك تقف بين يديه تسمع آياته تتلى عليك؟ والله لا أحد غير الله. من الذي جعلك حتى إذا فرغت الصلاة ألقى في قلبك أن تبقى وتستمع الذكر؟ والله لا أحد غير الله. الله ولا ملزم عليه لا يصنع هذا إلا بمن يحب، ولو كان الله لا يحبك لما أوقفك بين يديه. ولا يوجد شرف في الوقوف أعظم من شرف الوقوف بين يدي الله. فملوك الدنيا حتى لو أحبوك وأعطوك مما يملكون فينقص من ملكهم بمقدار ما يعطونك، أما الله فلا ينقص شيء من ملكه إذا أعطى عباده.